بدأ منذ قليل العد التنازلي لعام واحد يفصلنا عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي. العالم ينتظر هذا الحدث العالمي في 20 أكتوبر من العام المقبل 2020. أكثر من 200 دولة على موعد للمشاركة في نسخة المعرض الإماراتية في إمارة دبي. يذكر أن دبي فازت في شهر نوفمبر من العام 2013 بتنظيم نسخة استثنائية من هذا المعرض الدولي العالمي العريق والذي يستقطب ملايين الزوار خلال دورته والتي تعقد كل 5 سنوات. ومعنا من دبي مراسلنا سلطان البادي. أعين العالم يعني على هذا العد التنازلي عام فقط يفصل الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي عن أشهر المعارض العالمية والذي فازت به دبي قبل سنوات. سلطان. نعم روبير، موجودين هنا في الحديقة المقابلة لبرج خليفة، أحد أكبر ناطحات السحاب وهو أكبر ناطحة سحاب في العالم. هنا تم العد التنازلي لاستضافة دبي لإكسبو 2020. اليوم نتحدث عن عام كامل، إكسبو دبي سينطلق في 20 أكتوبر 2020، وتم اليوم هنا استعراض العد التنازلي لهذا الحدث العالمي، كذلك حفلات غنائية كانت مصاحبة لهذا الحدث، وكذلك العديد من العروض الحية، وتم تعريف الزوار هنا في إمارة دبي على ماذا سيكون إكسبو دبي وكيف ستكون هناك عبر عرض الشخصيات التي تم انتقائها واختيارها كراشد ولطيفة، وكذلك العديد من العروض الحية التي شاهدها العالم هنا في هذه الحديقة وفي هذه المنطقة الحية والتي تعتبر أحد أهم الساحات المهمة في إمارة دبي. تم التعرف على ماذا سيكون إكسبو دبي بعد عام كامل من الآن. نتحدث كذلك اليوم عن هذا الإكسبو، إكسبو يشارك فيه أكثر عن 200 دولة من مختلف العالم كأكبر مشاركة في تاريخ هذا المعرض، ووعد دبي بأن تكون هذه النسخة هي الأروع على مستوى العالم في نسخ هذا المعرض الذي امتد عمره إلى أكثر من 168 عاما. كذلك سيدور هذا المعرض على 3 محاور رئيسية وهي الاستدامة والتنقل والفرص. نتحدث اليوم عن العديد من كذلك العروض التي سيتم استعراضها. والنقطة المهمة أن معرض إكسبو في تاريخه كان هناك تعرف الإنسان على الهاتف، تعرف الإنسان على الكمبيوتر، فالكل ينتظر ماذا سيتعرف الإنسان في معرض إكسبو دبي وماذا سيكون هناك من التكنولوجيا والانتقال الذي سيؤثر على صعيد الإنسان وصعيد البشرية وكذلك صعيد الاختراعات التي ينتظرها العالم في إكسبو دبي 2020.